and act like something. أنجبت سيدته صباح يوم الأمس أربعاء 25 أبريل الجاري 6 أطفال بإحدى مصحات الخاصة بمقاطعة منارة بمراكش. الأم خديجة كشفت أنها كانت تتوقع إنجاب 4 توائم من حملها الأول قبل أن تتفاجأ بمعية الطاقم الطبي بولادة 6 توائم يتراوح وزنهم بين 630 جرام و 1300 جرام، بينهم 4 ذكور بعد خضوعها لعملية قيصرية ناجحة. وصرح الأب كذلك أنهما ينحدران من إقليم أسفي، وقد نزل وزوجته ووالديها بمدينة مراكش أياما قبل موعد الولادة حيث اكتروا منزلا على مشارف حي تارقة. وأضاف الزوج أن الطبيب في البداية أخبره أن زوجته حامل في التوأم قبل أن يتضح الأمر أنه يتعلق بخمسة توائم، إلا أن عند الولادة عن طريق عملية قيصرية رزق بستة رضع 4 ذكور ورضيعتان، مؤكدا أن حالتهم الصحية مستقرة. الحمد لله تلقينا خبر ديال التوأم، فرحة كبيرة من طرف العائلة كاملة. ظروف الحمل دازت كأي حمل، ولكن كان حمل خاص، كان عنده بزاف المخاطر لا بالنسبة لي ولا بالنسبة للوليدات، ولكن الحمد لله مع العناية ومع المراقبة ديال المواعيد ديالي كان كل شيء بخير وعلى خير. الحمد لله دوزنا واحد المرحلة اللي دوزنا بجميع الصعوبات ديالها وكل شيء، لا ملي عرفنا بان عندها، ملي قالوا لنا في الاول عندها غير ولد واحد، من بعد ثاني ملي بداو كيكبروا دوك النطاف يعني قالوا لنا راه تقدر يكون عندكم توام، تاكدنا من توام، دزنا 3-4 حتى في الاخير كنظن ان غادي يكون عندنا الولاده ديال 5 توائم، ولكن في اخر لحظه ملي ولدات البارح مع 8 ديال الصباح كنتفاجئوا بواحد الخبر. الحمد لله زاد سرنا وتقبلنا بواحد السرور كبير، اللي هو ان ان شاء الله غادي يكون عندنا 6 الابناء، والحمد لله العائله كلها استقبلت هذا الخبر بفرح وبسرور. الاصدقاء في العمل، الناس كاع ما كنعرفوهمش حتى هما كيعيطوا لينا، الناس بزاف الحمد لله. الصعوبات اللي مواجهانا دابا هي الصعوبه ديال المسكن، لان عندنا غير واحد الابارتمون اللي فيها جوج البيوت، يعني بيت ليا انا والمدام، البيت الاخر فيه يعني بيت صغير يعني غادي يتجمعوا فيه ستة الابناء، بنات واولاد، جوج البنات واربعه الاباء. هذا هي المساله اللي مأرقانا شويه. مساله ثانيه ديال الترونسبور مثلا، فيما بغيتي تحولهم ولا شي حاجه، يعني عندك 8 هما 6 وحنا جوج، هي 8، لا طاكسي هزنا، لا فهمتي. هذا هو هذه المسائل اللي الحمد لله كنفكروا في كيفاش نتجاوزوها، ولكن نتمنوا من الله سبحانه وتعالى يعاوننا على هذه المشاكل كامله، المشاكل ديال لي كوش ديال هذا، المهم هادشي كلشي الحمد لله كنفكروا فيه، ونتمنوا من الله سبحانه وتعالى يسر لينا هادشي هذا. Yeah, and we cry out loud 'cause we just want attention.